ما هو موجود هنا؟ ما هو موجود هنا؟ خلاف ما هو موجود هنا. الثورة لها جانب موضوعي وجانب ذاتي. الجانب الذاتي هو متوفر وهو احتقان مدته 33 عام وهو ناضج بكل المقاييس. الموضوعي أيضا يعني متوفر ولكن هناك من يلعب دور في إضعاف هذا العامل. وهذا العامل ربما بالفعل الآن في حذر وتخوف بسبب خطاب ما. في مسألة مهمة، هل يجوز أن ننقد الثورة هذه في بدايتها؟ نحن كنا ننتقدها من أيامها الأولى. لو تم الوقوف أمام هذا الوقت هذا أمام هذه الأخطاء وأمام هذه لكانت الآن قد انتصرت. ولكن يعني عدم وترحيل النقد إلى ما بعد الثورة هذا يؤدي إلى تراكمات ويؤدي إلى انفجار. يعني تزن الأوجاع يعني فترة وتكون هذه يعني الأوجاع أو هذه المشاكل يعني تتراكم هي بالتأكيد فجأة تأتي لتنفجر وتبرم الثورة. ولذلك من المهم جدا، لأن البعض يرى أن عملية الانتقاد هو انقسام. نحن هنا جميعا لنا يعني مطلب وهو تغيير النظام. ولكن يجب أن تعرفوا أن هذه القوى في قوى تقليدية ربما يعني هي تريد أن تسير بالثورة إلى مكان آخر أو مربع آخر. وهنا قوى من مصلحتها أن تسير بها نحو المستقبل. لكن الآن نحن شركاء ونحن نتفهم إلى هذه القضية، نحن شركاء في إسقاط النظام. ولكن في المستقبل أيضا ستكون هناك بالتأكيد وقفات مع هذه القوى. لكن من الآن عملية ترحيل النقد يؤدي إلى مزيد من الأخطاء واستفحالها وتراكمات ربما أيضا تضر بالثورة. هناك أخطاء تقدم الثورة بشكل مشوه، تقدم الثورة بشكل يجعل مخاوف كبيرة عند الخارج كله. الموضوع الذي نبحث عنه بحيث يكون بتسريع للثورة ونقلل الكلفة أيضا عليه. قلنا لكم نحن في الأيام الأولى كان لنا الرأي ولنا النقد، ولو وقفوا أمام هذا حينها لما كانت الثورة اليوم انتصرت. وإذا لم يتم المعالجة الآن لما يطرح ستأتي يعني أيضا فترة يعني نندم على هذه اللحظة. فأرجو من يعني أنه الناس تتقبل النقد، والناس لا تقول أنه عملية النقد أو الوضوء هاي أنه مسألة انتصاب وأنه البحث عن، لا، نحن نريد بالفعل أن نوقف أمام هذه الأخطاء لإصلاحها في وقتها. عدم إصلاح الأخطاء حتى كل الثورات وكل لنا في التاريخ مواعظ والتاريخ مليء بالتجارب. فترحيل النقد إلى مرحلة يعني بعيدة يعني يؤدي بعد إلى انفجار أو يؤدي إلى استلام هذا الثورة أو يؤدي إلى القضاء عليها أو يؤدي إلى الانحراف بمسارها. فأعتقد أنه من ضروري الوعي من الآن والحراسة المستمرة لهذه الثورة من أجل أن تنتصر وتنتصر عاجلا. شكرا جزيلا. حتى موضوع تعيين نائب، أعتقد أن الثورة هي ثورة يعني الشرعية فورية. يعني الآن لو ما تعاطينا مع الدستور على هذا سنعتبر كلنا مجرمين بنظر الدستور وبنظر القانون. ولذلك يجب أن يحل هذا الدستور في أول يعني يجب أن يحل، ويجب أن يعاد صياغة الدستور، ويجب أن لا يعني وجود نائب رئيس هو يعينه ويشكل سيظل جزء من نفس النظام السابق وجزء من النظام السابق حاضر ويؤثر وسيؤثر على مسار الثورة لاحقا. فأعتقد أن الشرعية الثورية هي التي الآن هي التي ينبغي أن تقدم رجالها وصفوفها والأشخاص الذين سيتحملون المسؤولية. فيعني يجب أن يكون في وعي أنه نبحث عن وسيلة أو أداة أخرى غير الأداة أنه الرئيس هو من يعين النائب وسيأتي بنائب يعني هو يقول لهم كل الولاء وسيؤثر على الاختيار منهم موجودين الخمسة ثم يؤثر على الحكومة ثم يؤثر كذا وستبقى جزء من الثورة ونحتاج إلى مدى أكثر. فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك في ائتلاف عريض على امتداد الساحة واستفاق كبير من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وبالتالي يعني تقديم أشخاص يعني لديهم قدرة وكفاءة ونزاهة ويكونوا هم يعني يستمد سلطته وشرعيته من الساحات التغيير
ايوه، فاعتقد انه هذا هو الـ يوفر علينا ولا نراهن على عمليه تغيير من داخل النظام. شكرا جزيلا. بالمناسبه يا شباب، بعد الاجابه على اسئله الاخوه المتسائلين، معنا الفنان عبد الفتاح القباطي، سيمتعنا بمجموعه من الاغاني، فلهذا نرجو ان تختصر الاسئله يعني قدر الاستطاعه. شكرا جزيلا للمتسائلين وتنبيرا للوقت. فعلا لدينا اسئله كتبت مكتوبه وهو الافضل. في سؤال يا دكتور، المناضلين مناضلي الثوره انضموا الى الساحه، كيف؟ كويس الحمد لله، شيء طيب يعني، لكن بحق معرفتي انا شيبه، انا اعرف ان في ناس واغلب الناس اغلب القامات الكبيره ما تزال مغيبه سياسيا واقل حضورا. فتشوا عنها، فتشوا عن من تبقى ولكم الشكر. الكلام الاخ العزيز وتكلم كثير، لكن خليني اخذ افضل ما قاله، وهو ان الكلام عن تعيين نائب في اطار الشرعيه الدستوريه، يجب ان نضع الشرعيه الثوريه بدل من الشرعيه الدستوريه. ليكن متى يكون من حقنا ان نفعل ذلك تكتيكا سياسه؟ خلونا نشتغل سياسه مش فقط انفعال بس. يقول لك من مثلا امشي مع الكذاب لا باب بيته، هو لن يقبل. عندما لا يقبل تكون انت قد كسبت ساحه كبيره جدا ممن لا يزالون يترددون في مواقفه، ووسعت دائره موقفك، وبالتالي اكسبت شرعيتك الثوريه قوه اكبر بكثير، لانك استخدمت كل الوسائل التي لم تجدي، وبالتالي هو حق مشروع استخدام الشرعيه الثوريه. في سؤال يقول ما هي عوامل نجاح الثوره المصريه في وقت قياسي؟ لماذا كان التأييد الخارجي للثوره المصريه بشكل ملفت وخاصه الامريكيين؟ هذا السؤال اقول لكم على حاجه مهمه جدا. ليس الامريكان فقط الذي ايدوا ثوره الشباب في مصر، الغرب باكمله. لماذا؟ لانهم لم يكن الشباب هم اكثر محبه من بالنسبه للامريكان، هذا لا يعقل ولا يصدق عاقل. لكن السياسه الغربيه القادره على ان تتلون بكل الالوان وتركب كل الموجات والمحطات تكيف نفسها كالحرباء مع كل الظروف، فهي استبقت الثوره اولا بالتخلص من شخص لم يعد يجدي ولم يعد يصلح لان يخدم مصالحها، لانه انتهى عمرا وفعلا وشعبيا. فاسهام امريكا والغرب في اسقاط السادات وبن علي والقذافي هو جزء من التخلص مما يمكن ان يسمى بالزباله والاذى الذي يؤذيك داخل بيتك. وفي الوقت نفسه استباقا للاتي لكي يركب موجته من جديد. فاحذروا هذه المؤامرات الغربيه التي ظاهرها الرحمه وباطنها دائما سوء العذاب. السؤال يقول ما الفرق بين الثوره اليمنيه والمصريه؟ لماذا النظام متمسك بالسلطه الى هذا الحد؟ هل النظام يريد المزيد من سفك الدماء؟ هو جهل وغباء، وليس في صالح النظام على الاطلاق، لان الوقت يعطيك مدد اكبر من البشر، من التفكير، من الفعل، من فهم الاشياء، من التلاحم الذي يجمع ابناء اليمن من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ومن اقصى الغرب الى اقصى الشرق. اخيرا يجب ان خلاص. شكرا جزيلا. يمكن الاستاذ عبد الله، دكتور عبد الله عنده شيء مع ذريع. ولا طلع بيان من اي ساحه من الساحات، ولا حد استغل الفرصه، لانه ايش؟
استقالة المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة أعظم من استقالة الوزارة كلها داخل البلد، لأنه هذا وجهك الدولي، الوجه الدولي لليمن سواء سلطة أو معارضة. كان المفروض أنكم يا شباب في نفس اللحظة تستغلوا الفرصة هذه وتبدأوا تتعاملوا مع هذه الاستقالة بشكل واعي. أنتم معكم استقالتين إلى الآن، أهم الاستقالات التي موجودة من هذه كلها، استقالة قائد الفرقة واستقالة اسمه مندوبنا في الأمم المتحدة. مندوبنا حق الأمم المتحدة مشت كلها ولا حد عبرها، ليش ما استغليتوهاش؟ إذن هنا الذي بقصده أنا في المسألة، فعلا نحن بحاجة لمسألة التطبيق الدولي علشان تكسب الشرعية الدولية إلى جانب الشرعية الشعبية معك، وبالتالي تقدر تتعامل مع المواقف أو تحصل على تأييد وبالتالي دعم في فترة أسهل وأبسط. مسألة عائلي وتربية أجيال إلى جانب التنكيل اللي حصل له في فترة الملاحقات الأمنية ونفسه إلى الجنوب، ونحن هنا نعتز بكل المناضلين الأحرار، ونقول يعني بالنسبة للدكتور عبد الله محمد وإن كان قد أغنى، يعني حتى مجازل كانت تسمى اليمن مصر السفلى، فمصر تشكل يعني أقليم قاعدة للنضال العربي، وكان مفرقاته مبكر في مدارس مصر والمعاهد الأزهرية والجامعات لخلق طبقة جديدة اللي خلقت شرعية ثورية. ومشكلتنا مع الشرعية الثورية إنها كانت مفتكرة بفئة في هذه الحين تتولى قيادة النظام الوطني، وإطالة الشرعية الثورية وعدم الوصول للشرعية الدستورية أتاحت لقوى الثورة المضادة أن تنقض على مشاريع التغيير ونقلت الخوف عار. من نحن عشاق النهار، نحيا نحب نخاصم الأشباح، نحيا نحب نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار، نحيا في انتظار، الصمت عار الخوف عار. من نحن عشاق النهار، نحيا نحب نخاصم الأشباح، نحيا نحب نخاصم الأشباح، نحيا في انتظار، نحيا في انتظار، نحيا في انتظار. سنظل نحفر في الجدار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. سنظل نحفر في الجدار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. لا يأس تدركه معاولنا، لا يأس تدركه معاولنا، لا مللا ولا انكسار. إن أجدبت سحب الربيع وفات في الصيف القطار، إن أجدبت سحب الربيع وفات في الصيف القطار، سحب الربيع ربيعنا حبل بأمطار كثار، سحب الربيع ربيعنا حبل بأمطار كثار، ولنا مع الجدب العقيم محاولات واختبار، سحب الربيع ربيعنا
حبل بأمطار كثار ولنا مع